صباح الخير مشاهدي وأعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في أول حلقات برنامجنا أم فوكس. برحب بزميلتي ولاء. ازيكي صباح ولاء؟ الخير. صباح صباح فرح. ازيكي الخير يا فرح؟ انتي. الحمد لله. موضوع صباح حلقتنا كل نهار. النهاردة، وأنا كمان أنا موضوع حلقتنا النهاردة عن العلاقات وازاي ندخل في علاقات وننجح فيها وكده. ايه رأيك في الموضوع ده، وازاي انتي شايفة ان انتي تدي يعني تنصحي الناس في الموضوع ده يعني وكده؟ بصي، انا شايفه ان الموضوع بقى يعني بقى اختلف. يعني مثلا بحس ان البنت لما بتشتغل تفكيرها بيتغير تماما عن البنت قبل ما بتشتغل. احنا كمان كبنات واحنا في الجامعه تفكيرنا بيبقى مختلف تماما عن احنا بنشتغل. فانا مع انا شايفه ان البنت لازم تشتغل، اهم حاجه. صح. انه مش شايفه ان الراجل ليه دور اساسي في حياتنا، مش ايوه بحس كده فعلا، خالص. انه لازم برضو يعني ان هي تكون برضو شايفه حياتها، وان هي تكون بالظبط. عشان ما تتسندش برضو على حد، ما تبقاش معتمده على حد بشكل انت اساسي ايه يعني رأيك وكده. يا فرح؟ انا شايفه ان هو مش محور كون. هو انا شايفه ان كل الناس كل البنات، اكتر البنات دلوقتي بيفكروا إيه، لا انا عايزه ارتبط، ازاي مش مرتبطه إيه الكلام ده. انا شايفه ان الموضوع اساسا اكبر من ان انا خلاص انا عايزه ارتبط دلوقتي مثلا. بالظبط. لا، لازم يكون بعد الانبهار اللي بيكون في الاول، لما بنت تنبهر بواحد او واحد ينبهر ببنت برضو، في تفكير. اهم حاجه يعني من بعد الحب وكل الكلام ده، اهم حاجه ان يكونوا هما الاثنين فكرهم زي بعض، يعني ما يكونوش مختلفين. اتوافق الثقافي والاجتماعي. او غير ايوه كده في حاجات بسيطه برضو لازم يكونوا في توافق ما بينهم فيها، يعني لازم يكونوا هما اتنين تفكيرهم زي بعض قبل ما يكونوا بيحبوا بعض اصلا. دي اهم حاجه. انا بشوف ان الحب ده مش مهم. لا هو مهم اكيد، هو مهم، بس مهم، انتي بس لازم هتحبي يكون اللي برضو في قدامك. حاجات تانية ان هو بالظبط يكونوا يعني في حاجات بتشيل ده وده، مش ده لوحده برضو اساسي يعني. بالظبط، انا بشوف كده برضه. وايه، طب انتي شايفة انه مثلا، انتي يا فرح شايفة انه ايه اكتر حاجة بتشد الراجل للبنت؟ هو يعني هو بي يعني لو شاف واحدة يعني اكيد بينبهر مثلا لو واحدة قالت له انا بعمل كذا، طب انا مثلا مذيع، انا بعمل حاجات مبهرة، فوتوغرافر، هينجذب ليها بشكل يعني كبير. هم بينجذبوا بالحاجة اللي بيشوفوها في وشهم، بينجذبوا بسرعة جدا. بس يعني انت رأيك يا بحس، بصي بقى، يعني بحس انها بتختلف على كل راجل وراجل. انا بحس ان الراجل القوي هيبقى عايز يتجوز واحده قويه وتكون بتشتغل ويكون حياتها، علشان يحس ان هو يحس برجولته او هو قوته، ايوه عشان هو اوريدي بيليد امراه قويه. لا بالعكس، انا بشوف ان الراجل القوي بيحب ان يكون معاه واحده مش بتشتغل عشان يحس ان هو قوي ده عليها عنده كده برضو. مشكله، هو كده مش راجل قوي. انا بشوف ان هو من جواه ضعيف، بس هو بيصطنع ان هو قوي او بيصنع رجولته، بتبقى رجوله كاذبه ايوه بالنسبه لي. اغلب كمان الاوقات لو معاه مثلا ست ضعيفه وكده، بتلاقيه دايما ان هو بيروح لواحده اقوى وكده، بيقول لها ما انتي عشان انتي مش قويه، وانا عايز ايوه حد ان هو قوي وشايف حياته وبيعرف ان هو يبقى ليه شخصيه وكده. صح. كليشيهات بتاعت المسلسلات اللي ايوه دايما صح. بتطلع ان الزوجه التانيه او حبيبته او ايا كان المسمى ايه، بتبقى مختلفه تماما عن زوجته. ممكن تكون مهتمه بنفسها اكتر، ممكن تكون انجح منه في شغله. الكليشيه قوي ان هو المدير لما يحب سكرتيرته. بحس ان الراجل بقى تفكيره اتغير تماما. بس هو بيكون سبب في انه يخلي الست اللي معاه دي بقت ضعيفة، يعني هو حاببها كده ومخليها كده، بعد كده يقوم مفكر في واحدة تانية لا تماما. يا فرحة، انا عنصرية قوي. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حد بيتغير. وانس انه هي طول ما انت عندك ان انت مكتفية بذاتك وان انت ساتسفايد جدا، مش هتخلي حد يأثر عليكي، ويبقى بالنسبة لك الراجل ده هو انا مش متجوزاك عشان هكمل حياتي بيك. لا، انا اوريدي حياتي كاملة، بس انت بتجملها او انت بتحط التاتش اللطيف بتاعنا اللي هو المودة والرحمة، بس عمر ما الراجل ما هيكملك. لا بس الست عامة لو حبت واحد بتكون حساسة بزيادة، فبتلاقي نفسها تلقائي بتحب تعمل حاجة اللي تريحه هو. ان هي دايما بتبقى عايزه ان هي تبسطه وان هي او في تشوف له كل الاخر، حياته برضه كده. ايوه، في بس انا الاخر كده بيطلع بلغي ضعف، شخصيتي ما كده، هي مش عشان بتحبه فان هي شايفه ان هو ده كده هي بتريحه فعلا، وان هو ده هي كده بتبسط برضه نفسها يعني. بس ده برضه مش صح، مش دايما يعني. انا عامه ضد الرجال. ده واضح برضه فعلا من كلامك. طيب انتوا شايفين انه الابراج بتبقى
ساعات بتبقى بتمشي العلاقات وكده، ده بيبقى تفكيرهم يعني. هو انا شخصيا بيبقى عندي فضول، بحب لما اعرف الشخص اللي قدامي برج ايه عشان خاطر ادخل اعمل سيرشنج كده بقى واشوف كده، بس بحس برضه انه كلام فاضي، وساعات لا ببقى مقتنع بالكلام اللي هما بيقولوه، ساعات لا مش عارفه. وانتي؟ انا بصراحه بحب الموضوع ده جدا، بس بحاول ان انا ما اصدقش فيه قوي. بس بيطلع حقيقي يعني. بيطلع حقيقي جدا. ما اعرفش بقى هي صدف ولا ده حقيقي او كده، بس هو فعلا في ابراج ساعات بتلاقيها شخصيه الابراج اللي بتفهم، تلاقي قبلي مثلا كذا حد شخصيته متسلطه فعلا قوي يعني. مش حدد مثلا تقولي لا دي شخصيته هو كده لوحده، قبل كذا حد لا هي شخصيه البرج كده، فتلاقي ان شخصيه البرجين مش راكبه مع بعض كده يعني. انتوا عارفين ان في حاجه اسمها برجك الطالع، اللي هو انت يومك انه شخصيتك بتختلف على حسب يوم ميلادك، يعني ممكن يبقى حد مواليد 27 زي مثلا الشهر ده، حد تاني مواليد 28 نفس البرج، بس اختلاف عشان توقيت ساعة الولادة والكلام ده. فواخد مثلا من البرجين يعني؟ لا شخصيته بتختلف، يعني ممكن مواليد شهر يوم 27 يبقى شخصيته قوية، مواليد 28 شخصيته مش قوية. عشان يوم بس. عشان يوم واحد بس. او ده اتولد بالليل وده اتولد بالصبح مثلا. بالظبط. اللي هو اختلاف الشمس كانت موجودة فين اليوم ده او الساعة كام بالظبط. طيب انت شايفين انه الراجل بيحب انه البنت ان لو تقلت عليه وكده، ده بيحب يفضل البنت دي ان هو يتعرف عليها بعد معاناة ويعرف يكلمها بعد معاناة، ده بيفضل مثلا نوع البنات دي؟ بصوا، كان في لسه واحدة قريبتي دكتورة نفسها كانت بتقول لي، بسألها السؤال ده بقول لها عندنا برنامج بقى اديني افكار وكده، قالت لي بقول لك ايه، الراجل بيحب التقدير، مش هون بقى بنت تقيلة بنت مش تقيلة ايا كان، الراجل بيحب ان هو يتقدر بس. انا شايفة ان هو يعني بيحب البنت تقيلة جدا يعني. ممكن ساعات ما يحب بينجذبوا العادي البنت المش تقيلة، بس لا هم بتجذبهم جدا البنت التقيلة. طيب انتوا شايفين انه بداية العلاقات 90% من الطرفين بيبقوا والاتنين بيكذبوا على بعض، وكل واحد بيبقى راسم شخصية غير شخصيته الحقيقية عشان بيبقى بس يرسم شخصية مش حقيقية عشان يعجب بس الطرف التاني؟ انا بشوف كده ده بيحصل، ومعظم الولاد كده، البنات شوية بتبقى تلقائية، بنبقى احنا هبلة قوي فبنتعامل بطبيعتنا، لما بحس ان الراجل بيصطنع. لا بس برضو بشوف في بنات برضو يعني اللي هي بقى بتحب تجذب واحد، بتبقاش تلقائية، تلاقي حاجة وفي الاخر تطلع شخصية تانية تماما. وبرضو نفس الولاد يعني، هو في هنا شوية كده وشوية كده، وهنا برضو في شوية كده. ايوه زي مثلا يقعد بقى يقول الف قصص عن نفسه، ويقعد بقى يجيب في هدايا وانا ممكن اعمل ايه وايه وايه، وفي الاخر الدنيا. وفي الاخر يطلع حاجة تانية اصلا في الاخر يعني. طيب انتوا مثلا شايفين انه انت كبنت بتحبي مثلا الراجل يعترف لك بحبه ازاي؟ يعني مثلا متحبيه جريء، يعني يكون جريء كده ويعترف لك بحبه على طول، ولا يلمح لك كده بعيد؟ لا انا بحب الحاجات الداركت، خليك ستريت، اصل الحقيقه اصلا ان احنا نقعد نلف وندور على بعض، يعني بحب الحاجات اللي هو ننجز بقى لي على طول كده بقى نخلص بقى مفيش وقت يعني. كده كده هيبقى في مقلب في النص، بس فناخد المقلب من اوله احسن. انا شايفه ان التلميحات احلى. ليه؟ لان انا ممكن ما اقبلوش، فلو قال لي كده طب انا كده خسرت كصديق مثلا، فلو لمح لي انا ممكن افهم واصد الموضوع او احط حد الموضوع بشكل ما يبانش، بس هو يحس الموضوع ده. يعني مثلا لو لقيت ان هو بقى يلمح انه يقرب يكلم كتير او كده، انا هقلل الكلام شويه. قال مثلا كلمه كويسه انا هرد بحدود شويه يعني. هرد ان انا ماشي تمام، اللي هو اكني مش يعني مش هبقى مبسوطه قوي لو انت قلت لي الكلام ده كتير. بس يعني هو بيبقى واحده واحده. طب هل حصل معاكي موقف زي كده، او حد مع صحابك حصل موقف زي كده يعني؟ انا مش فاكره قوي يعني، بس هو عامه يعني ده اللي بيحصل عامه. طيب السوشيال ميديا ليها علاقه بالموضوع ده؟ يعني بتاثر احيانا في الموضوع؟ كتير كتير يعني. السوشيال ميديا بتخلي الواحد اذا شفت بوست حب، طب انا ليه ما متقليش كلام كده مثلا، فلا بتاثر كتير يعني بالذات البنات. في ايه؟ شايفه السوشيال ميديا برضو بتاثر في الموضوع ده وكده ازاي؟ انا بص هقول لكم، مثلا اما كنت في الجامعه كنت متاثره جدا بالرومانسات التركيه، المسلسلات التركيه،
انه دايما بيعملوا كده حاله الجواز بتاعتهم كده لطيفه جدا وبتاع، فاللي هو ايه بقى كنت عايشه في عفه الاحلام الورديه فلافي قوي في نفسي، اللي هو طب ما انتوا اشمعنى عندكم كده يعني، واحنا في مصر ما عندناش كده تمثيل يعني. ايوه كله تمثيل. فانا بشوف كمان السوشيال ميديا والمسلسلات عامه بتاثر تماما اللي هو في احلام البنت، اللي هو بتبقى فاكره ان الحياه ورديه قوي والدنيا لطيفه والنفسات عايش نفس القصه دي، بس في الاخر بيحصلش. طيب انت شايفين لو البنت ليها بيست فريند او حاجه ده شايفين بيبوظ العلاقات؟ لازم يبقى راضي عن الموضوع وانه راضي عن اللي هي ترتبط بيه، ده بيبوظ العلاقات لو العلاقه اللي هي تدخل فيها. بيست فريند ولد ولا بيست فريند بنت؟ لا صاحبتك. بيست فريند بنت يعني هو اكيد ده يبقى اريح ان يكون مثلا البيست فريند مستلطفه يعني، يعني شايفة ان اللي انا مرتبطة بيه ده كويس، لان هي بتأثر في قراراتي برضو، بتأثر في رأيي شوية، فلازم برضو هي لو قالت لي كلمة انا ممكن دماغي تفكر وتعيد وتزيد فالحوار يبوظ. يعني انتي شايفة انه لو صاحبتك مش موافقة اصلا عن الشخص اللي انتي عايز ترتبطي بيه ده هتسيبيه لو يعني هي اصلا مش موافقة خالص؟ لا هي لو صاحبتي وانا واثقه فيها تماما وبتقول لي فعلا حاجه كويسه، ايه بس انت بحبه، بس في فرق، اللي بيحب حد ما بيشوفش عيوبه خالص خالص تماما. لا انا ضد ايه جو ما بشوفش عيوبك ده وهي لا حب عمياء، الكلام ده بيودي في داهيه. لا هو مش بيودي في داهيه، في حاجات صغيره الواحد لو هو بيحب حد ممكن ما يشوفهاش، زي مثلا حد اتعصب عليكي انت هتقولي انا عملت كذا ضايقه، فانا فعلا عملت حاجه تعصب، طب هتتضايقي ان الشخص ده ضايق عشان انت بتحبيه. اوكي فدي حاجات صغيره، انا البيست فريند ممكن تقولي لا ده ما ينفعش تعصب عليك كده، انت ليه سكتي؟ فيكون فعلا عندها حق. ايوه صح، هما ساعات بيبقوا واخدين بالهم من حاجات احنا مش واخدين بالنا منها، عشان انت جوه الموضوع غير وانت بره الموضوع. أيوة بتبقي شايفه اكتر وانت دايما شايفه لا انا لا هو معلش هو متضايق شويه مرضي عنده ظروف في حاجات مضايقاه، وهي دايما بتفضل تقول لك لا عشان هي بره الموضوع، هي مش هتبقى تتعامل بمشاعرها، مش هتبقى بتتعامل بقلبها وكده، فهي احيانا بتبقى شايفه الموضوع بشكل تاني يعني، فاحيانا بيبقى عندها حق يعني. بس ده بيختلف تماما بقى عن هي ما بتحبوش منها لنفسها يعني، لا هو بيكون في سبب، اخد برايها لما يكون في سبب، فعلا انت عندك حق حصل كده وانا سكت فعلا، يتفوقني توريني حاجات انا ما شفتهاش بس يعني، ف بيكون في حاجات كويسه. طب لو هو عنده البيست فريند هيبقى انت موقفك ايه من الموضوع ده؟ بصي هو انا ليا راي غريب جدا ممكن تستغربوه، انا مع فكره انه بسيب الناس تبقى حره، يعني لازم يبقى في سبيس ما بيننا، انا اعمل اللي انا عايزاه ما دام بعمل عارفه حدودي وايه الغلط وايه الصح، وان انا مش هاجي على الشخص اللي قدامي سواء كرامته وشخصيته ايا كان. نتفق تماما. وهو في نفس الوقت ما عنديش مشكله بقى عن صحاب بنات، بس انت مش لو لا ما تكلمش نفسه روحي اكمل من ورايا، في الموقف نفسه هيبقى موضوع، اصل احنا بنقعد نقول كلام في الاول ولما بندخل في الموقف نفسه بيبقى لنا راي تاني خالص يعني. لا بس انا بحاول على قد ما اقدر اكون دي شخصيتي لما بفكر فيها حتى لما اتحطيت في الموقف ده، علشان اصل انت شايفه هتقولي لحد ما تكلمش حد، اصل هو بيروح الشغل بيمشي بالعربيه ماشي لوحده اي راكب مواصلات اكيد بيقابل ناس تانية، ممكن يكلم ممكن يتعرف، فانا عمري ما هوقف مش هوقف حياتي على البوينت دي، زي ما انا كمان ممكن انزل الشغل ممكن اشوف ناس تانية، ما دام كل واحد عارف حدود التاني وعارف ايه اللي بيزعل وايه اللي ينفع يتعامل وايه اللي ما ينفعش يتعامل خلاص الدنيا هتمشي. بس طيب يعني لو في واحدة معينة صاحبته جدا ودايما عارفة كل حاجة عن حياته وكده، انت هيبقى بالنسبة لك الموضوع أكيد هيبقى الموضوع بالنسبة لي مرهيب. طب وانت يا فرح؟ هو فعلا هتبقى حاجة رخمة، طب ما انا موجودة ليه واحدة احكيلي عادي يعني ليه؟ هو مش طبيعي ان يكون عنده بيست فريند، لان انا برضو اكيد لو انا عندي بيست فريند ولد مثلا اكيد مش هيبقى قريب ليا بحكي له كل حاجه زي ما بتكلم مع اللي انا بحبه ده، وكمان حتى يعني حتى برضو الناس تحكي مثلا في حاجات لازم تكون ما بيننا. أيوة يعني انا عارفاك اكتر حد وانت عارفني اكتر حد، فلو في واحده بره قالت لك حاجه بيست فريند بتاعتك قالت لك حاجه ممكن تكون هي مش عارفاني قد ما انت عارفني. فكره دي مشكله بقى صحيح فكرتينا. أيوة بيها انه في راجل ودني انه فاهمه بيقعد يفكر لو حد من صحابه قال له كلمه فيقوم ماشي
مع حد مثلا، اي حد تاني قال له كلمه فبيبقى ماشي معاه، دي كارثه. ودي بتختلف طبعا عن راي البيست فريند لما تيجي تقول لي ان ده لا اتعصب عليكي، لا ده هي بيست فريند تنصحني لما يغلط في حاجه في حقي وانا مش واخده بالي منها علشان انا بحبه ومتضايقه ان هو متضايق. انما حته بقى ان هي ان اكون مثلا هو اتضايق من موقف حصل وانا ممكن يكون عندي حق علشان هو عارفني اكتر وحد قال له حاجه، لا هو المفروض يجي يكلمني انا لما يحصل مشكله، يجي يكلمني انا ويسالني ونصفي الموضوع ده ما بيننا. يعني ما ينفعش موضوع وانا افكر مع نفسي لا هي بيست فريند هتقول لي حاجه وانا هروح ارجعه اقول له طب انا كذا، لا انا متضايقه من الموضوع ده، انا مش موافقه على اللي حصل ده، ما ينفعش يحصل ده تاني، نتناقش في الموضوع، لازم نحل الموضوع ده ما بيننا. حتى في ناس بيدخلوا الاهل، هو الاهل طبعا كل حاجه بس في برضو لازم نحل مشاكلنا مع بعض بالزبط. مش لازم تكبر. اه بالظبط. يعني ليه دخل مش حلو ان كل الناس تبقى عارفه المواضيع دي، او كمان الاهل اكيد اي حاجه هتحصل لازم يبقى ياخدوا في صفه يعني شويه. وهو اهله اكيد هيبقوا في صفه. طب ما احنا كده بقى هنبوظ الدنيا تماما. كل واحد هيبقى كل اهله هيبقى في صف الطرف ده، فموضوع هيبقى يعني اصلا ممكن فعلا مثلا لو اتنين مثلا متجوزين وحصل منهم خلاف وطرف منهم راح قال لاهله، الاهل بيفضل شايين في نفسيتهم حتى هما اتصالحوا وخلاص كل حاجه النفوس اتساوت، يعني النفوس قصدي سوري اتصالحت، هيفضل الاهل فاكرين مثلا ان فلان عمل كذا او فلان عملت كذا قبل كده. انما ما دام الموضوع يعني في النص او ما بيننا احنا الاثنين ما كبرش قوي، فانا شايف ملوش لازم ان احنا ندخل حد اصلا. كمان لما حد بيتدخل الكلام بيكتر كتير. ولو الاثنين متفاهمين هو اهم حاجه في اي علاقه بجد، ان هما يكونوا متفاهمين. يعني احنا لو متفاهمين هنحل مشاكلنا، لو احنا متفاهمين مش هيحصل مشاكل اصلا. يعني حتى المشاكل الصغيره اللي اكيد هتحصل مش هتكون زي اتنين مش متفاهمين. في ناس بيجروا على الحب، اه ده كويس، ده دي كويسه ومحترمه، ده كويس ومحترم، اه لا ده شخصيته، لا ممكن تكون شخصيه حد كويسه جدا وما ممكن يكون مع حد احسن. يعني يكون الشخص ده لو ارتبط بواحده تانية يكون احسن ما هو معايا. ليه؟ لان انا ممكن اكون بتضايق من حاجات هو شايفها عادي، يبقى احنا مش متفاهمين. بس انت شكلك عاطفيه قوي يا فرح. يعني لا انا أيوة انا عاطفيه بقلبك اكتر من لا انا عاطفيه بس لحدود. اوكي. يعني بحط لا يعني حصل كذا، لا انا لو حتى بحبك جدا جدا لا ما ينفعش ان احنا يعني انت ممكن تتجوزي جواز صالونات عادي؟ لا يعني هو انا شايفه جواز صالونات او ممكن حد يشوف واحده يعجب بيها تمام يروح يتقدم لها ممكن ينجح عادي. بس الفكره في ان هما يكونوا متفاهمين. أوكي. حبوا بعض، قعدوا سنتين مخطوبين، عرفوا بعض تماما. يعني ما ينفعش شهر شرط. شهرين. طب انا اسفه هقطعك في الكلام، طب ممكن اتنين يفضلوا مخطوبين سنتين ويتجوزوا وفي نفس الشهر يتطلقوا؟ لا في فرق ما بين سنتين عدوا كده، ما بين سنتين عدوا بمشاكل، انا شفته في مشاكل هيقف جنبي ازاي. سنتين عدوا وانا حصل لي ظروف وكنت مضايقه جدا، هون عليا الزعل يعني ازاي. يعني انت بالنسبه لك انت بتحكمي قلبك اكتر عليك. يعني انت لو قدامك حد بتحبيه جدا وكده بس مش جاهز، وقدامك حد تاني انت بس ممكن تبقوا متفاهمين مثلا حاجه بس هو جاهز وممكن قادر جاهز ان هو من دلوقتي تبقى في حاجه رسميه وكده. لا انا شايفه هو انا عاطفيه ممكن عاطفيه بس عقلانيه. يعني انا لو بحب جدا لو بحب حد وفي ما بيننا اختلافات كتير مستحيل ان انا نتخطب حتى. يعني مستحيل. يعني انا ما وافقش حتى ان انا اتخطب بحد غير لما نكون عرفنا بعض فتره. يعني حاسه ان الخطوبه دي هتبقى يعني ربطاني جدا وانا ما بحبش حد يتحقق. انا عاطفيه وكل حاجه، ما بحبش حد يتحكم فيا. يعني في حدود في الموضوع. ما بحبش حد لا احنا مخطوبين لازم تتهاوني معايا، مش يعني تسمعي كلامي في حاجات. لا احنا نكون متفاهمين ومرتاحين كده وفاهمين بعض، بعد كده ناخد نكست يعني. لو انت ولا بصي، هو انا الحب بالنسبه لي اوكي مهم بس مش هو اهم حاجه، لانه اللي بيدوم في الجواز الناس شخصيتها بتتغير على حسب المسؤوليه. يعني شخصيتك وانت مخطوبه غير شخصيتك وانت متجوزه، المسؤوليه نفسها بتحتم عليك ان شخصيتك هتتغير. فانا بالنسبه لي الحب مش مهم قوي قد ما يبقى فيه تكافؤ ثقافي واجتماعي وفكري وان احنا متفاهمين، لان الحاجات دي بتجيب حب. طب انما كده حب بدون الحاجات دي لا.
على كده انتي هتوافقي بجواز الصالونات لو حد نفس مستوى الثقافي بتاعك ومستوى الاجتماعي بتاعك و بصي بقى احنا الاتنين متفاهمين، انا محترمه دماغك وذكائك وشخصيتك وشغلك، وانت محترم ذكائي وشخصيتي وشغلي. عارفه التفاهم في الاخر، اصل هي حلقه ماشيه كده بالظبط، في الاخر التفاهم هو اللي هيجيب لك حب، فاهمه؟ فدي الفكره. وفي الاخر اللي بيدوم في الجواز الموده والرحمه، مفيش حب يعني. طيب احنا هنقف عند كلامك هنا بقى، نروح فاصل وهنرجع نكمل بقى موضوع جواز الصالونات. ورجعنا لكم تاني ومعايا زميلتي وهنكمل موضوع جواز الصالونات. اهي يعني قولي بقى كملي. بس فانا بقول لك انه انا ما عنديش مشكله خالص في فكره جواز الصالونات، ما دام شخص قدامي مقبول شكلا وشخصيته ومسؤول، وانه في ما بيننا توافق فكري وثقافي والاجتماعي. اصل اهم حاجه نقطه التوافق الفكري. عارف لو احنا اتنين مش متفقين في نفس الافكار او كده، الدنيا هتتبهدل، هنتخانق بقى حتى لو الحب موجود. فانا بشوف علشان نبني اسره ونكمل في فكره انه يبقى في ما بيننا توافق، وبعد كده بجد بالعشره هيجي الحب. والا ربنا ما كانش قال، انا طبعا مش فاكره الايه اكيد، بس ان بما معناها ان الموده والرحمه هي اللي بتدوم في الجواز، فالناس بتعدي بفكره الرحمه والموده والعشره وكل الكلام ده. بس ده اللي انا اقصده. وبس انا طبعا وشايفه انه انا مع فكره الاسره، عشان لسه في حد كان بيقولي انت ضد الاسره وشايفه ان الراجل ملهوش اي لازمه. لا هو مهم ما دام احنا الاثنين متوافقين وعندنا نفس الصفات وعايزين نكمل حياتنا. بس طيب بالنسبه للاهتمامات، لو انت اهتمامات غير اهتماماته، الموضوع ده برضو بيفرق؟ لو انت يعني بتتكلم مثلا في حته الميك اب وهو بيتكلم في الكوره وكده، الموضوع ده برضو بيجيب ملل وكده، الحته دي برضو بتفرق؟ كده ده الراجل اكيد بيحب الكوره، وانا اكيد كبنت هبقى مهتمه مثلا بالميك اب والازياء وكده. فانا شايفه ان الاختلاف يعني الاختلاف اللي هو الهوايات والحاجات دي عاديه، ما لازم يكون في ما بيننا في النص ايه حاجه تكسر الملل او تكسر الروتين. إيه مثلا هو بيحب يتفرج على ماتش كوره، فواي نوت ان احنا نجرب نقعد نتفرج مع بعض. فدي بالنسبه لي عادي، لازم يبقى في ما بيننا اختلاف. بس طيب انتوا شايفين انه ايه اكتر حاجة مثلا البنت بتدور عليها في الراجل؟ انا شايفة ان هو يكون فاهمها. يعني انا مع حتة ان هم متفاهمين جدا. يعني هتلاقي كل حاجة تفاهم تفاهم تفاهم، لان زي ما هي كانت بتقول ممكن يكون اهتماماته غير اهتماماتي، انا ممكن اشاركه ابقى موافقة ان انا اشاركه. هو بيحب الكورة جدا، ما ينفعش انا اكون بكره الكورة، يعني هيبقى لازم هقعد اتفرج معاه اشاركه ابقى مبسوطه. مع الوقت انا هبقى هحب الموضوع هفهم فيها، فيبقى انا عندي تقبل للموضوع. انما وهو برضو يكون عنده تقبل لما اقول له اللون روج ده لايق عليا. طب اعمل ايه؟ هو برضو عنده حته، هو لو دي بيحبني مشاركة بقى. فدي ما ينفعش يكون بيكره الميك اب جدا وانا اكون بحبه جدا، لا هتسبب مشكله. هيبقى في اختلاف، مش هيبقى في اصلا فكره التفاهم دي ما بيننا. بالظبط. فاللي هو التفاهم شايفة اهم حاجه في مع اي طب حد. وانت يا دين انت ايه بالنسبه انا بالنسبه لي لازم بيكون مثلا يقدرني، لازم التفاهم برضو لازم اساسي، بس برضو لازم يقدرني ويهتم بيا ويقدر شخصيتي برضو كده. انا بالنسبه لي الامان جدا. ان الواحد يبقى عايش مع حد مطمن، مطمن ان هو مش هيكدب عليكي، مطمن ان هو مش هيخون، مطمن ان انت. الاطمئنان ده بالنسبه لي حاجه مهمه قوي. انا شايفه ان تكوني مطمنه وانت تكوني هو مقدرك، هما الاثنين بيبقوا في نقطه واحده اللي هي اللي يكملوا متفاهمين. لان لو انتوا متفاهمين هو هيكون مطمنك في حاجات كتيره جدا، هيكون مديكي ان انت مطمنه ان انت في واحد، لو انت عملتي اي حاجه فاهمك انت عملتي كده ليه. مطمنه لا انا هخاف اعمل كده عشان هو ما يتضايقش، لا انت مطمنه ان هو مش هيفهم غلط. انا حاجه لسه قاريها قبل ما اجي دلوقتي، هاخد رايكم فيها. شفت على الويب سايت بتاع مركز التعبئه والاحصاء انه من سنه 2007 لحد 2019 الشورت بتاعت نسبه الطلاق عماله تعلى تعلى تعلى، وصلت يعني مثلا 2007 كانت هنا، مثلا في 2019 كانت كده. فتفتكروا ليه الطلاق بقى زايد اليومين دول؟ عشان دلوقتي بسبب السوشيال ميديا كمان وكده، بقى في افكار الناس دلوقتي بقت شيطانيه قوي. ايوه بجد. ودلوقتي بقى فعلا السوشيال ميديا بقت مؤثره على الناس بطريقه غريبه جدا يعني. ايوه
يعني بحس انه البيوت بتتخرب بسبب السوشيال ميديا. ايوه بالظبط فعلا. مش السوشيال ميديا برضو يعني، هم زمان انا حاسه ان كل المتجوزين دلوقتي مش متفاهمين مع بعض. انا عندي مشكله مع نقطه التفاهم دي يا جماعه. بس بيقول أيوة. بسبب الفلوس، انه قله الفلوس كمان لا طب ما هم لو اتنين متفاهمين هيتضايقوا ليه بسبب الفلوس؟ يعني لو واحده عارفه ان جوزها ده معهوش فلوس مثلا دلوقتي او الدنيا مزنقه تتضايق منه ليه؟ طب ما هي متفاهمه معاه وفاهمه ده، فاهمه ان هو اكيد مش اخر عليه حاجه وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يكفيهم، يكفيها ويكفي الاولاد ومصاريفهم كلها. فهتتخانق مع ليه؟ هيطلقوا ليه؟ اوكي وجهه نظر مش عارفه. طيب انت شايفين ايه اكتر صفه ممكن بيكرهها الراجل في الست؟ انها تكون متحكمه فيه جايز. ممكن العند متهيألي. اه العند جدا. انت شايفه ايه يا نادين؟ ممكن صح برضه العند او كذب ممكن. بصي بقى كده ده الاثنين هو كده كده برضه صح في الانسان يعني كده كده. اه يعني الكذب وحش بس بتكلم منك بس ممكن احسها اقوى منه فعلا لو في متسلطه عن على البيت مثلا على شخصيته. عارفه فكريني بشخصيه مسلسل اللي كان بيجي في رمضان بتاع روجينا. اه لا بس هو كان يعني معاها كان مبسوط بالموضوع ده ان هي قويه. أوه. انا عايزه افتكر اسمها فدوى. فدوى اه. ده دي لا دي كانت حاجه تانية خالص دي. أيه. كانت موضوع تاني دي ليش عبيم. طب انا هقول لكم حاجه انتوا عارفين تكسر شويه نفس الموضوع بس هنكسر شويه انا هنتكلم في حاجه مختلفه. ان اول كرتون اتعمل ولد ديزني عملته كان 1937 وكان اول كرتون طويل يتعمل اسمه سنو وايت والاقزام السبعه دول. فبعديها بداوا يتكلموا على دور الراجل في حياه البنت من وهي حتى اطفال، يعني الاطفال كلهم كانوا بيتفرجوا على سنو وايت وسندريلا وكده. فكان بيقول لك انه في راي كان بيقول انه دايما الكرتونز كان بيطلع ان الراجل هو الهيرو وهو المنقذ بتاع البنت وانه البنت ما تقدرش تعيش حياتها بدون فكره انه الراجل في حياتها. فانتوا ايه رايكم في فكره انه الكرتونز اتناقشت في الموضوع ده من اول والناس بتتفرج عليهم هم معظمهم اطفال، يعني مثلا نتكلم من اول 6 سنين بيتفرجوا على الكرتون بتاع سنو وايت وسندريلا وكده. فالفكره دي بتيجي ممكن عشان زمان كانت الاجيال غير دلوقتي. اوكي كان زمان تربيه حتى الناس غير دلوقتي، دلوقتي بقى الجيل كله مختلف حتى عن زمان. فزمان كان ممكن يبقوا بيكملوا بعض، ممكن يبقى حد محتاج حد، انما دلوقتي انت ممكن بيبقى عندك حق في الموضوع ده لان دلوقتي الاجيال تربيتها مختلفه. بالظبط. هما دلوقتي بداوا يعملوا افلام الست هي الهيرو ودخلوا في الموضوع ده. لا يمكن علشان دلوقتي فعلا بقت الناس تفكر لا الست ممكن تبقى مستقله عادي. فبداوا يعملوا برضو افلام كده هما بيواكبوا العصر يعني. بصي هو انا بقيت البحث كان بيقول ده كان مقال كده مكتوب على الانترنت كان في ناس ضد فكره انه الكرتونز تجيب فكره انه لازم يكون البنت عندها ولد في حياتها او هو المنقذ او كده، وشايفينه ما ينفعش الاطفال نفتح عينيهم من دلوقتي مثلا. وبس كان في راي تاني انه الاطفال انت بتربيهم على من هم صغيرين على حسب ما انت عايزه، يعني كانوا شايفين ان هم لازم نوري الاطفال سواء بنات ولا اولاد فكره الاسره وفكره الحياه وفكره قد ايه ان يبقى لازم في جواز وهو يبقى استقرار اكتر ونفسي اكتر. فكانوا شايفين ان الموضوع ده مهم جدا ان هم يتناقش وتعامل كرتونز الاطفال يتفرجوا عليها من هم صغيرين. طب عندي سؤال في الحته دي. احنا اتفرجنا على افلام دي كتير جدا احنا صغيرين، طب ليه دلوقتي تفكيرنا مختلف؟ هقول لك لاحظي ان احنا كبنات لما بدانا نشتغل الدنيا اختلفت، بقينا منفتحين اكتر. انت حتى شخصيتك قبل الشغل حاجه وبعد الشغل حاجه تانية خالص، الشخصيه بتتغير. ما هما برضو الاطفال لو شافوا حاجه هم صغيرين كده يعني. انا دلوقتي سؤال يعني جه في دماغي اه، فاللي هو احنا شفناها واحنا صغيرين ولحد دلوقتي برضو، وبرضو الموضوع ما اثرش فينا للدرجه دي يعني. احنا اهو زي ما احنا شايفين ان المراه ممكن تكون مستقله عادي. بصي هقول لك زي مثلا الجدات، معظم الجدات نفسهم يشوفوا احفادهم متجوزين وحياتهم مختلفه وكده وان هم يلا نتجوز. ممكن تلاقي مثلا ايه الام اللي هو بقى مامتك انت مثلا نفسها لا تشوفك ان انت ناجحه في شغلك تنجحي تبقي انت مستقله. فقصدي اقول لك بتهيألي العصر على حسب المواكبه والعصر اللي احنا فيه
وعلى حسب التربيه وعلى حسب الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. دلوقتي الناس كلها بقت بتشتغل، البنات كلها بقت تشتغل عشان بقى في ازمه اقتصاديه في البلد، وما ينفعش بيت يتفتح مثلا بدخل واحد، معظم الناس بقت كده. فشخصيه البنت نفسها اتغيرت، عشان كده اتغيرنا في فكره الجواز والارتباط والحياه دي. هو ممكن يكون اللي بيأثر جدا هم الاهل، يعني او يعني بالنسبه للبنات الام جدا بتأثر. انا بالنسبه لي مامتي الشخص الوحيد اللي بيأثر في قراراتي بالظبط. احنا طيب بمناسبه الكلام عن الكرتون وكده، ايه اكتر سوبر هيرو مثلا او شخصيات الكرتون كده كان اكتر حد بتحبوه وانتوا صغيرين؟ انا بحب الجميله والوحشه جدا. لا كشخصيه ولد، شخصية ولد برضو الجميل والوحش، لان يعني هو عشان بيحبها سابها. يعني انا بحب الحتة دي، لا انا لو بحب حد انا هأذيه، او طريقة تفكيرنا مش متفاهمين برضو برجع لنفس النقطة، انا هسيب الشخص ده، لان احنا انا لو فضلنا مع بعض هنأذي بعض، مش هتكون مبسوط. يعني انا هبقى متضايق من حاجات كتيرة هتخليك انت مش مبسوط، وانت هتتضايق من حاجات كتير انا مش هتخليني مبسوطه. خلاص احنا ممكن تكون علاقتنا صداقه عاديه وكل واحد يبقى سعيد في حياته، انا ببقى مبسوطه اكتر لما اشوفك سعيد في حياتك. وانت يا ولا تصدقي السؤال ده صعب قوي. ممكن يكون مثلا سندريلا او بوكاهانتس. عارفه كرتون بوكاهانتس؟ لا. سندريلا ماشي. بس لو هيرو بقى كرتونز وكده، باتمان. باتمان او سبايدر مان، يعني بحبه قوي. انا كان بالنسبه لي بيتر بان. اشمعنى بحبه قوي؟ تصدقي فعلا انت عارفه شبه، انت حتى شبه البنت اللي هو كان اللي اسمها، انا كنت بحبه قوي وانا صغيره. ف البنت اللي هو كان اللي كانت بتحب اسمها ايه؟ اندي. اندي شبه ويندي. ويندي شبه ويندي. طب ليه ده بالذات يعني؟ بصي مش عارفه، بس انا كنت بحب الكرتون قوي، وكنت شايفه يعني كانت عجباني الستوري بتاعتها قوي، فكنت بحبه قوي. هو حلو جدا. طيب هو كده خلصت حلقتنا النهارده للاسف. ده بجد الوقت عدى بسرعه قوي. بجد. طيب يا رب تكون كنا ضيوف يعني ضيوف خفاف عليكم النهارده يعني، ان شاء الله يا رب. ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله في اون فوكس. باي باي. باي باي.